دونك يوم داز مقابله داز في اجواء جميله اليوم. انتصار كان للطرف اللي كان افضل صراحه. الفريق الخصم قدم توا مستوى كبير اللي من خلاله كانت المقابله فيها نديه كبيره. فريق تجاري وفابونك بحكم اننا كنا استعدنا بشكل كبير لهذا الدوري هذا من خلال اجراءنا لعديد المقابلات الوديه فتمكننا من انتصار. الحصه ما كتعكسش المردود ديال الفريق الخصم وانما كتعكس بان الفريق ديالنا قدم مستوى اللي خلاه انه يكون بارز. 9 نقاط اللي حققناها ما غتخليناش نقولوا باننا وضعنا القدم الاولى من اجل الفوز بهذا الدوري، ولكن كتنتظرنا مقابلات اخرى صعيبه لان مازال هناك فرق عديده اللي كتنافسنا. كنشكر مره اخرى القائمين على هذا الدوري، دوري منظم بطريقه احترافيه، دوري اللي خلانا نتعرفوا من خلاله على اطر في كافه المجالات والميادين هنا بمدينه الجديده. كنضربوا لكم موعد كما العاده يوم الثلاثاء القادم. نتمنى دائما تسود الروح الرياضيه وتسود الاخوه بين جميع الفرق. عواشركم مبروكه ونهايه اسبوع جيده.